احنا الان متواجدين في شاطئ السعاده التابع لمقاطعه عين سبعة. ككل صيف، في بدايه كل صيف تقوم شركه الدار البيضاء للبيئه بوضع برنامج خاص موسمي تخص غير في مات الصيف، هذا موازاه مع البرامج العاديه الاعتياديه اليوميه. البرنامج يستهدف المناطق الساحليه، يعني بحر النحله، السعاده، لاكورنيش، عين الدياب، حتى مدام شوه، تقريبا واحد 10 كيلومتر ديال الرمال اللي غنتريتيو هاد يوميا بهاد واحد دراجة رباعية الدفع. من اجل انجاح هذا البرنامج وفرت شركه الدار البيضاء للبيئه جميع العتاد اللازم بحال هذا الروبو متعدد الاختصاصات. هناك الات الضخ يدويه والات الضخ الكهربائيه، بالاضافه لهذه الدراجه الناريه، الدراجه رباعيه الدفع التي اقتنتها شركه الدار البيضاء هذه السنه. هذه الدراجه رباعيه الدفع تتخص في المناطق الصعبه، يعني تتعالج المناطق بحال الرمال، بحال المناطق الضيقه، الاحياء اللي تكون ضيقه والولوج ديالها تيكون شويه صعيب. العمليه شنو هي العمليه بالضبط باش توضح الهدف من هذا البرنامج؟ هو محاربه الحد من تكاثر الحشرات والقوارض في هذه المناطق الساحليه. بالنسبه للعين السبع البحار، الشواطئ، جميع الشواطئ اللي تابعه للدار البيضاء من مدام الشوال حتى شاطئ النحله. يعني ما تقتصروش على مقاطعه عين السبع ولكن على الدار البيضاء؟ لا، هذا البرنامج تيخص جميع المقاطعات ديال الدار البيضاء، جميع المقاطعات، يعني 16 مقاطعه كلها تستفد من هذا البرنامج هذا، بالاخص للمناطق الساحلية مقاطعات. حتى تدوم هذه العملية تقريبا؟ ابتداء من فاتح يونيو إلى غاية ما تم شهر شتنبيل إن شاء الله. تبقوا حاضرين هنا في يوميا تقريبا يوميا تنقوموا بمعالجة هذا الرمال، وماشي غير الشواطئ، كاين حتى المرافق العمومية، كاين لكن المساحات خضراء، المساحات الفارغة، كاين حتى الأسواق النموذجية تكون قراب، يعني تقريبا زين نحسبوا كاين واحد 10 كيلومتر ديال الرمال اللي غتعالج يوميا. بالنسبه للموارد البشريه فشركه الدار البيضاء تتوفر على اطر وموظفين اكفاء في جميع التخصصات الممكن لها. احنا جميع الموظفين والمؤطرين ديالنا تنحاولوا نسهروا على حمايه وراحه المواطن البيضاوي.